ونروح مع حضراتكم لصحافة مصر ونبدأ معكم من جريدة الدستور. جريدة الدستور فيها خبر بيقول قاضي لإرهابي مترو لندن 34 سنة سجن حتى تفهم الإسلام. الحكاية دي كان لو تفتكروا حضراتكم السنة اللي فاتت تقريبا كان في تفجير حصل واعتداء، كان اعتداء حصل في سبتمبر الماضي، كان المنفذ بتاعه اسمه بارسون جرين. بارسون جرين ده كان مقيم في بريطانيا، مقيم في لندن، وكان شاب مسلم وقام بتنفيذ هذا الاعتداء وسنه صغير الحقيقة. فهيئة المحلفين أو المحكمة في بريطانيا خدت القرار في يوم واحد أنه لابد من الحكم عليه بالسجن، بالسجن مدى الحياة. ولأن الولد سنه صغير لم يتجاوز 20 عام تقريبا، فقرروا أن السجن ما يقلش عن 34 سنة. ففي المناقشات اللي كانت خاصة مع الولد ده والأحاديث والتحقيقات اللي فتحت معاه، كان كلامه أنه هو بينفذ تعاليم الإسلام وأنه هو بيدافع عن الإسلام وأنه بيقتص للمسلمين وكل الكلام ده. فلما صدر الحكم القاضي كان حديثه لهذا الإرهابي الصغير بأنه سيحكم عليك بالسجن مدى الحياة، ومدى الحياة هو ممكن يكون بيحددوا المدد، فقال له مدة لا تقل عن 34 سنة، لأن الولد سنه صغير يعني لم يتجاوز 20، ف 34 يعني هيخرج من السجن على الأقل عنده يعني لو قعد 34 سنة يبقى عنده حوالي 54 سنة أو ما يقارب هذا السن، فهيكون كبر تماما وما عندوش القدرة على إنه يقدم إيذاء آخر في المجتمع بالنسبة لهم يعني. فقال له إن إحنا حكمنا عليك هذا الحكم حتى تفهم تعاليم الإسلام جيدا، لأن الإسلام ده كلام القاضي اللي حكم عليه. الإسلام دين الرحمة ودين الاحترام ودين الانضباط، وقال له مجموعة كده من الكلمات، وكان من ضمنها أن أنت هتتلقى أقصى عقوبة ممكنة لأنك انتهكت تعاليم الإسلام والقوانين الحضرية. دي رؤية شخص للدين الإسلامي فاهم معنى، وقال له ان انت انتهكت تعاليم القرآن الكريم، وعنده رؤية ان هذا الإرهابي لم يمثل الإسلام في شيء. وكان طبعا الحكم بتاعه حكم من الأحكام اللي توصف بأنها تاريخية، لأن تداولته كل الصحف حول العالم من الشرق للغرب. نروح مع حضراتكم